بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل اليوم الشابتر الأول بعض البرايمز اللي ما تضحناش إلها في المحاضرة الأولى، وإن شاء الله المحاضرة قصيرة لأنه بس اتخذت أنه بعض العناصر لما كنت أنا متطرق إلها في المحاضرة الأولى، فاضطريت أعمل بعض السلايدات من أجل التطرق لهذه النقاط أو هذه البرايمرز، يعني بعض الدوائر الأساسية الرقمية الأساسية. تمام. اليوم هنتطرق بس النقطة 1 2 2 ديجيتال برايمرز، هنمر على بعضها سريع اللي عملناها المرة الماضية، والأمر والأخرى هنفصل فيها أكثر. حكينا المرة الفاتت عن التروث تيبل والبولين اكسبريشن واللوجيك جيتس. اللوجيك جيتس تبعتنا زي الاند والاور والنوت، وحكينا هاي التيبل تبعتها وهي المعادلات بتاعت الجبر البولية تبعتها والبولين اكسبريشن بسموه البولين اكسبريشنز تبعونها ايش. وقلنا كمان او بينا كيف الرموز تبعتها اللي ايش التعبير عنها بالرموز او بالشكل تبعها في المتعارف عليه. وحكينا هنا عن باقي الاشياء الاكثر تعقيدا زي اللوجيك جيت او بوابه الناند والنور والاكسكلوزيف اور اللي هي اكس اور والاكسكلوزيف نور الاكس نور، وبينا ايش معادلاتها او البولين اكسبريشن تبعتها شو والتيبل تبعونها وما الى ذلك. حتى وصلنا في الاخر التري ستيت بفر، وحكينا ايش واقع انه هو بس عباره عن تخزين مؤقت ويكون فيه الخارج له علاقه فقط في الداخل، لكن بشرط انه تكون الكنترول ايش السي عند الايش البوزيتيف او هاي، يعني هاي مش لو، يعني واحد مش صفر. فبكون عندنا اللي على الداخل على الاي هو الخارج على الاوتبوت، تمام، اللي هو 0 و1. تمام. وحكينا على بالتفصيل ايش وظيفتها، ان هي تخزين مؤقت او تقويه الاشاره امبليفاينج للاشاره. طور في بعض الامور المهمه زي الهاف ادر. الهاف ادر او الجامع النصفي بسموه بالعربي هاف ادر فقط لانه بيجمع بس 2 بيتس، يعني 1 + 1 فقط. تمام. وحكينا عنه في محاضره سابقه قبل عام في محاضره لوجيك ديزاين او كمبيوتر لوجيك ديزاين في منطق الحاسوب، وقلنا انه ايش بهاف ادر لانه بيجمع بس 2 بيت 1 بيت بلس 1 بيت. طبعا في كل جمع في العمليات الباينري الديجيتس يعني بيطلع عندنا ايش، يا اما بكون الجواب بدون كاري او باليد او بدون ايش او بكاري. فلو كان بدون بكون الجواب ايش هو السم وفيش كاري، اذا كان في عندنا كاري بكون باليد. تمام. وهذه معروفة بالمعادلات الرياضية لما قدمنا في المحاضرة هذه لما شرحنا على كيف نعمل العمليات الرياضية. تمام. طبعا دام عندنا 2 bits يعني عندنا x y 0 and 0 0 and 1 1 and 0 1 and 1. تمام. جمعناهم هاي عندنا هالاس يعني السم والسي يعني الكاري، وشبهناها بالبلوك هذا التشبيه سميناه الهاف ادر. 0 and 0 بيطلع ايش 0 فيش عندنا باليد، 0 and 1 بيطلع الجواب ايش 1 وفيش عندنا باليد فيش عندنا كاري، 1 and 0 بيطلع جواب 1 وفيش عندنا كاري، 1 and 1 بيطلع الجواب ايش 0 وعندنا طبعا باليد 1. تمام. كيف نمثل هاي العمليه في الدوائر المنطقية؟ هاي سميناها ايش هاف ادر، وعندنا اكس واي الانبوت والاوتبوت السم والكاري. طب كيف ايش بكون مكون الداخل للبلوك دياجرام هذا وتفصيل ما هي البوابات المنطقية اللي بتكون الهاف ادر؟ هنلاقي ان لما اخذنا المعادلة هذه اكس واي يعني اكس واي متى كان عندنا واحدات؟ هان لما كان عندنا الاكس او الواي بتساوي ايش؟ بتساوي ايش؟ صفر. واحدة والثاني ايش؟ واحد. يعني في عند اختلاف المدخلات بيكون الناتج عندنا واحد، وعند تشابه المدخلات كان الناتج عندنا ايش؟ صفر. وهذا بالضبط هو واقع بسموه بوابة ايش؟ الاكس اور، زي ما بتذكر من قبل سلايدين الاكس اور. تمام. لان في الاكس اور تشابه المدخلان بيكون الناتج على السم بيكون الناتج صفر. اختلف المدخلات صار عن واحد صفر واحد صفر والثاني واحد او العكس بيطلع الجواب عندنا واحد، وبالتالي بدنا بوابه ايش؟ اكس اور، زي ما هو واضح من ايش العمود هذا. نيجي على موضوع الكاري، متى يكون عندنا الجواب واحد؟ عندما يكون كلاهما المدخلين اكس واي بيساوي واحد، والباقي دائما الجواب عندنا صفر لانه
مشكله هما واحد في سواء كان 2-0 او كان في واحد منهم واحد بيطلع الجواب صفر، وهذه تعبر عن بوابه ايش نوعها؟ تمام بالضبط بالضبط زي ما انت حكيته الاند، بوابه ايش الاند. وبالتالي عندنا اكس واي لما يكون المدخلين هان اكس على الاكس اور بيطلع الجواب الصم، والواي لما يكون الاكس والواي عفوا بخشوا على الاند بيطلع عندنا ايش الكاري. وهذا هو المكونات الهاف ادر بناء على فهمنا لموضوع الهاف ادر اللي بيجمع ايش 2 بيتس، وليك اسموه اصلا هاف ادر اللي بيجمع بس 2 بيتس مش اكثر. تمام على موضوع الفول ادر، الفول ادر مش بس 2 بيتس بيجمع 3 بيتس 1 2 3 ادز 1 بيت بلس 1 بيت بلس ايش 1 بيت، فعندنا ثلاث مدخلات اكس واي زد 3 ايش 3 انبوتس، وعندنا على الاوتبوت اس اند سي، الاس رقم شوي شو اسمها صم يعني المجموع، وسي يعني ايش من كاري يعني اللي اخذناه باليد. تمام واسمه هون فول ادر. كيف بنعمل صم والكاري، كيف بنعمل بروديوسنج لها، كيف بتنتج العمليه هذه؟ لو رجعنا التيبل تبعتهم عندنا اكس واي زد 0 زائد 0 زائد 0 بيطلع جواب 0 ايش والكاري 0، 0 0 زائد 1 بيطلع جواب 1 باليد 0، 1 0 زائد 1 زائد 0 بيطلع لنا 0 وباليد ايش 1 وباليد ايش فيش شيء 0 الكاري، 1 زائد 1 الجواب 0 وباليد 1، هاي اول مره بيطلع لنا في الكاري عندنا 1 مظبوط. ثاني مره متى؟ 0 زائد 0 زائد 1 طلع الجواب عندنا 1 في اليد ايش 0، اذا ما فيش عندنا بالكاري كاري. هان عندنا ايش 1 زائد 0 زائد 1 الجواب عندنا يعني 1 زائد 1 بيساوي 0 وباليد ايش 1، وبالتالي في عندنا هان كمان مره كاري والناتج 0 في الصم، 0 زائد 1 زائد 1 الجواب 0 وعندنا في الكاري في 1، هاي ثالث مره في عندنا 1، المره الثالثه 1 زائد 1 زائد 1 بيساوي 1 وباليد 1. الان زي ما احنا عارفين عشان نعرف ايش المكونات تحت الدوائر المنطقيه اللي في داخل الهاف ادر لازم ندرس ونعرف متى بيطلع عندنا واحدات في الصم وفي الكاري. في الصم حنلاقي عندنا مثلا لما نجمع المعامله ناخذ عندنا هنا شو اول حاجه لما يكون عندنا الزد موجوده، الزد يعني بوزيتيف مش داش، والواي والاكس ايش مالهم زي ما عرفنا من المقدمه في قبل فصل او فصلين في منطق الحاسوب كانت اكس داش واي داش زد داش زد عفوا اكس داش واي داش وزد. هنلاقي هان سموير في عندنا اكس داش واي داش وزد واحده موجوده. تمام نيجي على الحاله الثانيه عندنا فيها واحد ايش عندنا اكس داش واي زد داش اكس داش واي زد داش، هي الحاله الثالثه الثانيه عفوا الحاله الثالثه هي اكس واي داش زد داش، هاي اكس واي داش زد داش، والحاله الرابعه اللي هي اكس واي زد اللي هي اخر واحده. هان هذول لو جمع هذه المعادله دققنا فيها دقيق كويس بنلاقي انه هذه تعبر انه لما في كل حاله من الحالات في عندنا واحده مش انفيرتد يعني مش داش وتنتين داش هان، وكل مره هذه المش داش بتكون عنصر جديد، يعني عندنا مثلا المش داش الاكس، هنا المش داش الواي، وهنا المش داش ايش ايش اللي هي ايش الزد. وفي الحالة هذا في الترم الرابع اللي هو كله مش داش كله بوزيتيف يعني كله ايش هاي يعني 1 1 1 اكس واي زد. تمام وهذه بالضبط هي معادلة ايش زي ما بنعرف من زمان معادلة الاكس اور اكس يعني هان صار اكس اكس اور واي اكس اور زد. تمام اذا بدنا هان ايش اكس دبل اكس اور ورا بعض وندخل مرة اكس اكس اور واي اول مرة والناتج نحط له اكس اور مع الزد لما نرسم المعادله زي ما درسنا طبعا قبل سنه في ماده منطق تصميم منطق الحاسوب كمبيوتر لوجيك ديزاين. الكاري من التيبل مبين عندنا هان 1 زائد 1 يعني ايش عندنا اكس داش اكس داش ايش اكس داش واي زد. تمام الحاله الثانيه عندنا هان بنلاقي عندنا اللي هي اكس واي داش زد. تمام وعندنا هان اكس واي زد داش بعدين هان اكس واي زد. لو دخلناهم في المعادله بنعرفها من زمان تحت تبسيط المعادلات سواء بكارنو ولا غير كارنو او تبسيط الجبر المباشر حيطلع لنا بعد تبسيط الكاري بتساوي اكس واي زائد اكس زد زائد واي زد. تمام في الحاله هذه بيطلع لنا الوحدات وهنا ايش بيطلع يعني بيطلع لنا بدها هيك اكس واي يعني اكس اند واي اور
X and Z or Y and Z. إذا لو طبقنا على تفصيل بشكل على القواعد أو البوابات المنطقية هيطلع طريق هذا السم. هناخد اللي هي X Y dash Z dash أول تير تمام في الآن طبعا. بعدين هان X Y X dash Y Z dash هان هي هاد تعبانة هالإنفيرجن موجود في الحلقات على الآن طبعا. وعندنا X Y Z dash عفوا X dash Y dash Z برضو على الآن الإنفيرجن جاء على X Y صارت X dash Y dash. وبعدين آخر حالة ال X Y Z كله موجب يعني كله هاي 1 1 1 1 1 فهيطلع كله هان عندنا جاي على إيش على الأور تمام على الأور اللي هو عندنا هان أور شايفينه كيف. وهذه بالضبط بتساوي ال S اللي هي عمليا نقلناها هان هلقاها بتساوي إيش X X أور Y الناتج عملناه Z X أور Z كتب إيش كحل لها تمام. وهي طلع ال S هان وطلع ال S هان بالحالتين الحالة هذه أو بالحالة هذه حسب ما فهمنا من التيرم تبع الجبر البوليني اللي عبرنا فيه عن المعادلة الرياضية تحقق إيش موضوع الهاف آدر عفوا الفول آدر. بيرجع لنا هان الكاري الكاري أنا ما كان إكس واي زد إكس زد زد واي زد يا ما بنقول هان إكس واي إكس زد واي زد وكله في النص مع جاء على أور لأنه كله أند يعني أور أور زائد زائد مرتين بيطلع هان عنا ثلاث بعد مع السي بيطلع عنا الكاري أو هي نفس الإشي هان اللي هي إكس واي إكس زد واي زد وجاء كلها على هان إيش على الأور على السي تمام. وبالتالي هذه كيف حولنا المعادلة المنطقية من التيبل طلعنا زي ما درسنا زمان وجبنا طلعنا الفول آدر من مين من المعادلة تبعته اللي هو بجمع 3 بيتس مع بعض 1 بيت زائد 1 بيت زائد 1 بيت. هذا ايش نفهم الهاف آدر والفول آدر تمام زي ما ايش زي ما لانه حيلزمنا كمان شوية في فهم المعادلات هذه الامور هذه في تكوين في تركيبة يعني ايش ربما المعالج الدقيق. الحالة الثانية التوصيف الثاني التوصيف الثاني كنا نعمل ايش اكس واي زد واول اكس واي نجمعهم على الهاف ادر تمام والزد ندخلها على المرحلة الثانية مع الهاف ادر تمام. الهاف ادر زي ما احنا عارفين كمان برضو من ان وايش واكس اور تمام. فقلنا اكس هان واي عندنا اي اكس اكس اور واي هاي المعادلة هذه طلع منها الاوتبوت جبناها مع الزد. الزد هذه ايش عملت فيها دخلنا منها طلعنا ايوه كش صار الناتج x or مين x or الناتج تبع x or x x or y مع الإيش مع الزد مباشرة تمام. بطلع الجواب عندنا هان إيش السم. والآن عندنا إيش الآن لما يكون عندنا x وال y بتساوي واحد هطلع الجواب عندنا هان واحد بطلع عندنا الكاري على or أو إنه في عندنا هان الناتج تبعنا هان هو واحد والزد كمان واحد فبطلع في الحالة برضو عندنا إيش كاري إنه يعني واحد زائد واحد بده صفر بيد واحد بتخش إيش هي تخش التنتين هدول على الآن والناتج تبعها بطلعك على الأور وبالتالي بتحقق نفس الإشي نفس المعادلة بتحقق أصلاً تبعت المعادلة الجبر البوليني يعني اللي بتحقق الهاف الفول آدر من الرسمات قبل شوية اللي شفناها في الأستاذ اللي فات بتحقق أيضاً بيش عن طريق تشبيك او توصيل two half orders ورا بعض نفس المعادلة بتصير اللي دخلنا في المعادلة لو دخلنا في الرسمة هتلاقي بتأدي نفس الهدف ونفس النتيجة زي ما انتم شايفين. وبسموه هذا x y z لمتات مداخل full order وعندنا السم وعندنا الكاري. هذا بالنسبة لمين لل half order ولا ايش ولا الفول order. نيجي على موضوع اسمه اللاتشز. اللاتشز هي عبارة عن مصيدة أو شيء يخزن البيانات فترة مجيزة أو فترة مؤقتة تمام. فعندنا هان أهم واحد فيهم اللي حيلزمنا ربما كلاتش في الكنترول لاحقا لو حيلزمنا مرة أو مرتين حسب حصل لوين في المادة في شرح العملي أو ما إلى ذلك مش هنتعمق فيها بس فهمه مهم جدا عشان نوصل البنس ونفهم التخزين المؤقت تحكم في ايش في الاوتبوت تبع الداتا تاع البيتس يعني بسموه هان عندنا الكنترول لاتشز وبسموه برضو دي لاتش او دي دا دي يعني دي بيساوي داتا لو محظوظ بالداتا او بسموه دي ايش دي فلوب فلوب. هاي عندنا مدخلين عنده طبعا اي دي فلوب فلوب عنده مدخلين الدي والسي دي يعني الداتا والسي يعني الكنترول تمام.
لما يكون عندنا الدي شو اسمه والميزته هذا الدي طبعا زي ما احنا عارفين من زمان انه الدي الداخل هو الاوتبوت والداخل هان هو الاوتبوت. الاولى هان زيرو يعني ريست والون يعني ست، هاي او لو، لو او هاي، ست ريست حسب كيف بنعبر عن الصفر والواحد. تمام. طبعا الكنترول اذا كان عندنا دائما عندنا الكنترول صفر اذا الاوتبوت لا يتغير، وعندنا الحاله الداتا هذه غير معرفه فنحتفظ بالحاله السابقه اسمها كيو 0. كيو 0 يعني الحاله السابقه تاعت كيو يعني نو تشينج. تمام. والاكس الحاله هذه بتكون دونت كير، يعني ايش ما كان جاي على الدي صفر او واحد لا تاخذها معنا الاعتبار ولا تعبرها لانه بضل الحاله على الاوتبوت هي نفس الحاله السابقه. لما يصير كنترول عندنا واحد بصير نطلع على ايش داخل الداتا، صفر بيطلع صفر زي ما هو، عندنا على الدي واحد بنطلع ايش كاميرا على الاوتبوت واحد، لانه بسموها الدي فليب فلوب هو عباره عن ايش المرايه اللي بالداخل طالع اللهم بتحكم فيها في تاخيرها متى تطلع ومتى تحبسها عن الطلوع عن الخروج على الاوتبوت. تمام. يعني متى تدخل وتطلع الاوتبوت ومتى الداخل على الاوتبوت ما ياثرش في ايش في الحاله القائمه على الاوتبوت بتضلها زي ما هي. تمام. هذا وظيفه الكنترول. وهي فدي الداخل طالع اللهم مع تحكم الكنترول انه هو لو كان صفر بضل يحتفظ بالحاله الاولى الحاله السابقه، اذا صارت واحد بصير الداتا اللي هي على الدي هي في الايش في الاوتبوت كيو تبعتنا. تمام. وزي ما شايفين الكيو لها برضه معكوس الكيو كيو انفرتد يعني. تمام. ودائما يعني في عمليا بكون عندنا كيو صفر يعني برضه هون عقبالها واحد وهون الكيو واحد بكون الكيو كيو انفرتد كيو داش بتساوي ايش؟ صفر. تمام. عندنا طبعا التحكم في هذه التغيير بيكون طبعا في اسمه ايش؟ له تريجر يعني محرك يعني او مفعل. في شيء بوزيتيف ورسمته بتكون زي ما انتم عارفين من زمان، وهان شيء نيجاتيف اللي هو هيك رسمته لها في دائره قدام تعكس الاشاره. تمام. نيجاتيف اتش. تمام. هذا حنطرق لها في السلايد الجاي ايش يعني بوزيتيف ونيجاتيف اتش، ومفروض تكون برضه مراجعه لما سبق عشان بس نتذكر الموضوع. هي انه الكنترول داتس ار ليفل تريجر، يعني ليفل تريجر يعني بتكون دائما ايش هي من فوق ولا من تحت، وكان هو لازم يكون في الهاي. تمام. يكون يعني تحكم في الاشاره الخارجه الدي يعني الداخل في الدي يطلع على كيو لما تكون عندنا الاشاره هان هاي يعني ماشي في الهاي ليفل، وبعدين ايش يصير عمليه ايش الها نزول او تكون في اللو ويصير لها صعود. فلو قلنا كانت هي في اللو في الصفر الاشاره وجدت انها بوزيتيف تريجر يعني صار في صعود الى اعلى عشان تاخذ القيمه واحد الاشاره الكلوك او السي هذه، فهذه في الحاله هذه تحكمت في الداتا الدي وصار للدي اللي على الانبوت صارت على الاوتبوت يسموها بوزيتيف تريجر، فلما يطلع بطلع الاشاره على الخارج. في النيجاتيف تريجر بالعكس بيكون هو هاي ولما تقلب الاشاره يصير كليك يصير ينزل من الواحد للصفر ينزل الايدج يعني بسموه نيجاتيف ايدج، بتصير الاشاره عندنا على الاوتبوت تدي هي ايش؟ بصير تحكم الاشاره تدي الداخل على الخارج يعني تحكم مع ايش؟ مع النيجاتيف ايدج. وهذا اظن حكينا عنها في محاضره سابقه بالتفصيل بس باب التذكير بتلزم تعرفوها وتتذكروها. انه في تحكم في اللاتشز في الدي فليب فلوب كيف بصير بيتم لما اعطي على البورت عندي في الكنترول صفر ولا اعطيه واحد. تمام. يعني احول من الصفر للواحد ولا احول من الواحد للصفر عشان يصير ايش الاوتبوت عندي له معنى واخذه بعين الاعتبار اثناء المعالجه او اثناء ايش تفعيل برنامج معين او السير في تحكم او اتحكم في امر معين. تمام. فبالتالي افهم هذا التحكم بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف، يعني بدي احول من صفر لواحد ولا واحد لصفر، وهذه بوزيتيف ونيجاتيف ايدج عشان اتحكم فيها في الاوتبوت المعين في البورت المعين اللي مركب عليه لاتش من اللاتشز هذه، لانه بدي انا اكون ادائي يكون بيرفورمينج يعني بيكون بيشتغل بناء على مبدا معين. بدنا نفهم الفكره الان لانه قد تلزمنا لاحقا في موضوع ايش فهم التحكم بالاوتبوت تبعت المايكرو كنترولر. هذا بالنسبه لايش المحاضره اليوم او باقي محاضره الشابتر الاول، ارجو ان يكون هيك الموضوع اكتمل، وان شاء الله يعني حنزل لكم اسئله او ربما تقييمات سريعه للفصل الشابتر الاول على الموديل، وبالتوفيق جميعا. واذا في حال وجود اي تساؤل او استفسارات تواصل معي عبر الواتساب جروب او الايميل او الاتصال برساله
بس يعني يفضل يكون الموضوع محدود او محصور في الواتساب جروب مبدئيا، عشان يتم تكون المتابعه افضل وسلسه، ويكون في اخذ ايش، يكون الكل مطلع على هذه المتابعه، تكون في تعم الفائده. وان شاء الله في حاجه سنعقد لقاء لايف من اجل ايش يعني نقاش اسئله مباشره اذا كان في حاجه الى ذلك. هذا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء.